دخل للهيئة المستقلة أو التي يدعي البعض أنها مستقلة أن تتدخل في مثل هذه المسائل. هذه الانتخابات التشريعية التي مولت من الخارج والأحزاب التي تأتيها الأموال من الخارج أو تأتيها من الفاسدين الذين يعتقدون وما زالوا يعتقدون أنهم يمكن أن يفلتوا من العقاب. فما اثنين أحزاب وفما مترشح للانتخابات الرئاسية اللي أبرم عقود يعني مش كنا نقول لوبينج في بالخارج